من منا لم يسمع بحصار غزة؟ اليوم يعاد حصار غزة مرة أخرى، ولكن هذه المرة على أرض سورية ومن إرهاب سوري. نبل والزهراء الواقعتان في الريف الشمالي لمحافظة حلب تعيشان حصارا يشوه ذلك الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة. منذ بداية الأحداث في ريف حلب سيطر مسلحو المعارضة على الطريق الوحيد الذي يربط الريف بالمدينة، وأطبقوا حصارا خانقا على هاتين البلدتين، فتعددت حكايات المعاناة. البداية كانت من رغيف الخبز، فالصورة أبلغ من الكلام. لقد بات رغيف الخبز في هاتين المدينتين سلعة نادرة، ولم يعد من السهل أن تحصل على لقمة العيش لأطفالك في ظل حصار خانق. بدنا خبز، بدنا نعيش، ما فيش. هالطرقات اللي مسكرة علينا خلقتنا خانق. لأي سبب؟ والله مشان شو؟ بأي دين؟ بأي شرع؟ هالكلاب سكروا علينا، وهذا دولة الأرض الكلاب سكروا علينا، من وين نعيش نحن؟ كلهم مواجهون، شلون بدنا نعيش بس اللي؟ بيد أن معاناة أهالي نبل والزهراء لم تقف عند هذا الحد، فانقطاع التيار الكهربائي والغاز الضروري للطبخ جعل الطهو في المنازل أكثر صعوبة، وعادت مواقد الحطب التي تنتمي إلى حقب سابقة لتحتل زاوية في كل بيت. وقع الحصار الذي تفرضه المعارضة المسلحة وانقطاع كافة الطرق المؤدية إلى البلدتين مثلا تهديدا حقيقيا للوضع الغذائي هناك. معظم المحال التجارية مغلقة وفارغة تماما. هذا محل جملة، صرنا 4 شهور على الحالة، لا مواد غذائية، لا زيت، لا أكل، لا شرب. تركت الزيت كان لك 2300، اليوم 5800، وما في وما عم نوجه الطاول. طاول 3-4 شهور على الحصار الخالق بالمرة، لا بضاعة، لا مواد غذائية، لا خبز، طحين، غاز، مزوط، بنزين. يعني شيء هاي ساحة تقول لك كنت تدخل عليها تلاقي فيها الحامض والحلو والفرن، صيدليات دواء ما في، الأفران شوفوا صوروا الفرن، انتوا صوروا الأفران. طيب اجي روحوا دوروا الصيدليات، خبز طلع الفران، ما في خبز، ما في خبز، ما في. محاصرين من جميع الجهات، مسلحين عم يضربوا علينا قذائف هاون من جميع الجهات، من جميع الجهات. قطعوا علينا طبعا الامدادات، قطعوا علينا كل الامدادات، مطوعين رحنا، ما في حدا يقدم لنا شيء. غذاء للاطفال اللي 5 ايام فتلت نبل والزهراء، كل يوم واحد بوعدني بدي اجيب لك 2-3، وليوم الخامس لامنوا لي 5. من سعره 90 من شي 15 يوم، اليوم السعر 290. من 90 ليرة للـ290. يعني نحن ما بنطلب من الحكومة إلا غذاء للأطفال. أنا يمكن آكل حشيش، يمكن آكل حجر، بس الطفل ما بتحمل بدون غذاء. أنا مسؤولة الترصد التغذوي بمركز نبل الصحي تقريبا شي سنتين. يعني ترصد التغذوي صار بحالي سيئة كتير، الأطفال اللي عم يراجعوا المركز ما في أي خدمة عم نحسن نقدم لهم. هي كان من قبل في زبدة فستق، في حليب، في هلأ أنا ما في. والأطفال بغض النظر عن هالوضع، عن الحليب وعن زبدة الفستق، في عندهم سوء تغذية كتير يعني هالفترة هاي دي نتيجة الحصار اللي نحنا فيه حاليا. هلأ القسم تقريبا من عدة أشهر سكرنا، ما عدا نستقبل أي طفل ولا نحسن يعني نحل مشكلة أي طفل. لم تقف المعاناة عند هذا الحد فقط، فقذائف الهاون ورشقات الرصاص التي تطلق على هاتين البلدتين على نحو عشوائي باتت أمرا عاديا، وصور الدمار لم تعد غريبة على الناس. بيركين بالشارع، وين أبو خليل يا قلت علي شلون؟ قذائف صارت تنزل فوق، حرقات السيارة، جاري بيت الحرق، أسبوعي قذيفتين 3 فيه،
هيك طاعات فتحت فيه. خزائك فرا الحيطان، الحيطان كلها تحرمها. اللي فوت على الغرف جوا كلها مشعرة. هذا اللي صار. وآخر ضحايا تلك القذائف الطفلة حلا، حلا التي لم تبلغ من العمر 3 أعوام. رجلي تنادي الجبن من الأرض، جبت القذيفة، قلت ما لحقت حالا، جبت القذيفة علي يا عيد ليك شلتها من الأرض الشخص، يعني كانت لبابي بنتنا شهيدة. بس يعني بس نقول للعالم كلها هي هاي طفلي كان بإيدها ساح يعني أو بإيدها شيء، أكيد لا، طفلي ارتلاب عمره 2.5 سنين ما شيء لي لا سلاح ولا شيء، ما عم بتحارب أو كذا أو يعني نرضى كل العالم يشوف هالشيء هذا اللي عم بصير. نحن قاعدين ببيتنا ناس آمنين، لا عم نشيل السلاح، لا عم نقاتل، لا عم نحارب، ما لنا علاقات، مسالمين يعني. الحمد لله بنت بتجنن، الحمد لله شهيدة، الله يرحم كل الشهداء. تعددت حكايات المعاناة، فكان لطلاب العلم والجامعات أيضا نصيب منها. رغم أن العلم ليس أولوية في بيئة المعارك، لكن الحدود التي يصطنعها المسلحون تضع حدا للكثير من أحلام الطلاب وآمالهم. بسبب الحصار المفروض على مدينة نبول، تم حرمان الطلاب الجامعيين من الذهاب للامتحانات، ونحن عم نحاول أنه ندرس في البيت، لأنه هذا يعني هذا طموح أي طالب حتى لو كان في حصار بده يدرس. يتصفح أحمد كتبه الدراسية مرارا وتكرارا كل يوم بغصة حارقة، فشدة الحصار الذي فرضته المعارضة المسلحة على بلدتي نبل وزهراء حالت دون أن يلتحق آلاف الطلاب بجامعتهم أيضا، وهو ما يعد وجها آخر من وجوه المعاناة في هاتين البلدتين. ما عقد الأمور أكثر من الحصار هو مشكلة الاختطافات، فأهالي ريف حلب على نحو عام يعانون فقدان الأمان على الطرقات الدولية التي جعلت الصراع هنا يتحول إلى حرب اختطافات حقيقية. أكثر من 90 مخطوفاً من هاتين البلدتين بعضهم كتبت له الحرية والنجاة، والبعض الآخر ما زال يقبع في سجون المعارضة. حسن أحد الذين كتبت لهم الحرية تحدث بكل قلب حزين عما لحق به من ظلم وعذاب في سجون المعارضة. أنا كنت مخطوف بحيان بسجن حيان، ضليت شي 5.5 شهور تقريباً. بالنسبة لنحكي على التعذيب، التعذيب كان بكتير وسائل سيئة، وكتير التعذيب كان لدرجة سيئة يعني من جميع النواحي، قتل وعذاب وشغل وإهانات يعني بكل شيء إنسان ممكن تخيله يعني. وبالفترة يعني اللي قضيناها بالسجن تقريبا كان مسؤولين إحنا عن تنزيل أو تحميل المسروقات اللي كانت تنسرق من حلب، معامل حلب، مستودعات الحبوب بحلب، شركات أدوات كهربائية، شركات صناعات غذائية، كل شيء تقريبا، كل شيء، مطاحن، كل شيء كان يجي على السجون، على سجن حيان. طبعا مو بس على سجن حيان، على كل مناطق تابعة لكل كتيبة يعني كانت في المنطقة. طبعا الإنسان دائما هو فكر بحريته، أكثر شيء كان يفكر فيه الحرية، فلذلك هذا موضوع هرب يعني، كان فكرنا موضوع هرب، حسنا نفك شباك عن موجود بالسجن وحسنا نهرب. طبعا هربنا 12 واحد اللي وصلوا منه النص تماما، في شباب تعذبوا صار صابوا كسورة، وفي شباب توفوا الله يرحمون. أما الحاجة أم أحمد فقد فقدت 2 من أولادها، خطفوا على مشارف مدينة نبول. قمت والله أنا حكيت أنا وبنتي نالو إنه أخوك وأهلك كلهم بخير وسلام، وأنت طمني ولا رحنا بخير وسلام إن شاء الله، ودوروا علينا.
تاني مرة أخوه حكى معنا وقال يا أمي أنا وأخوي طلعوني البرة بس أنا أخوي بدي يذبحونا. قلت لي يا ابني والله ما في إيدي شيء وأنا بدور عليكم والله العظيم ما خليت إنسان أكسر نفسي إله وأنزل يا ابني كرمالكم والله بزل حالي والله كل شيء بساوي كرمالكم وما عم بطلع شيء في إيدي. من 5 أيام أكثر كمان رحت بعد المركز التشمنتو أنا في الأراضي قلت له عرضت حالي الإرهابية أبني وبدي أمشي مع الإرهابية كرمال عيونكم بس هيك أحطكم في حضني حطكم هيك أضمكم على صدري أنتوا ولادي الغالين الغريبين والمظلومين وما بعرف إني بلتقى فيكم ولا ما بلتقى فيكم يا حبيب قلبي. قال لي يا أمي يا أمي أنا فقدتكم كأنه بعد الشر كأنه ما بدي أشوفكم كل عمر وكل زمان يا أمي ديروا علينا. تلفيوني يا علي يا حسين يا محمد وما عاد يكلموني وما عاد يحكوا معي. وجوه المعاناة هنا لا تحصى ولا تعد، وإرادة الناس القوية على الحرية والصبر باتت جلية في أعينهم. ولكن يبقى السؤال، إلى متى ستبقى هاتان البلدتان بين الموت والحياة؟